أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وجمعني الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا عنوبنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يقوي ضعفنا وأن يقيمنا على طريقه. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. ارزقنا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، محاضرتنا اليوم إن شاء الله تحت عنوان إحياء الولاء لله. الله عز وجل خلق هذا الكون ويسر فيه كل أسباب الحياة للخليفة الآتي وهو آخر المخلوقات. آدم كان آخر مخلوق في هذا الكون. الله عز وجل خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وبعدين رب العباد أوجد فيها الجبال رواسي، أوجد فيها البحار والمحيطات، فانقسمت هذه الكرة الأرضية إلى أرض ويابسة وماء، ثم بعد ذلك أوجد فيها النبات والحيوان، وجد فيها هذا الغلاف الجوي العجيب الذي فيه كل يعني 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 أساسيات الحياة. ثم كان آدم هو آخر المخلوقات، ولله المثل الأعلى، الصانع الماهر يجعل آخر شيء في صنعته هو أجمل شيء. تحب تبني بيت، إيه الرجل المهندس الإنشائي والعمال والبنائين يحفروا يعملوا البنية الأساسية، صبوا خرسانات وبعدين أعمدة وبعدين أسقف وبعدين توصيلات، وبعدين في الآخر يعني يأتي الصباغ أو هذا النقاش الذي يضع آخر لمسات في البيت. فآخر جمال، آخر شيء جميل في البيت هو ما ينهي به الصانع صنعته، ولله المثل الأعلى. خلق الله آدم ونحن بنوه من فضله سبحانه وتعالى، وهو أجمل مخلوق. انظر إليك، انظر إلى نفسك وفي أنفسكم. المخلوق الوحيد الذي وجهه إلى أعلى هو الإنسان. انظر أي مخلوق، قل فين المخلوقات وجهها إلى أعلى؟ لا يكون هذا الوجه منحنيا أو في الأرض إلا سجودا لخالقه بس، لا ينحني إلا لله بس فقط. عند السجود يتحد الإنسان مع أمه الأرض التي جاء منها. ورب العباد من كرمه لما أراد أن يخلق ابن آدم أو يخلق آدم، قال يا جبريل اجمع لي قبضة من بقاع الأرض. فجاء جبريل بقبضة من بقاع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض التي أتوا منها. تجد أخوك ابن أمك وأبوك من بطن واحدة ومن أب واحد وأم واحدة رحم واحد، لكن تجد أنه هين لين سهل، وأنت صعب المراس لا تقتنع بسهولة. مخك ده سبحان الله كقطعة الحجر سبحان الله، يتعجب الأب وتتعجب الأم. الولدين من بطن واحدة ومن أب واحد وأم واحدة، هذا ذرته اللي هو الهين اللين ده من تربة طينية تضع فيها الحبة فتنبت يعني سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة،
معروف صغير تعمله فيه لا ينساه. وفيه ناس تفضل تعمل فيه المعروف 30 سنة وانت عارف مين بالضبط. سبحان الله، معروف 30 سنة وبعدين يقول ما رأيت منك خيرا قط. ليه؟ ده جاي من تربة رملية مسامها متسعة، كل ما تضع فيها ماء ها تعمل ايه؟ لا تنبت لا كلأ ولا عشب ولا يستفيد بيه. احط انت في الرمل الصحراء دي سبحان الله، لو حولت عليها نهر تتشرب ماء النهر ولا تفيد ولا تستفيد. هكذا بعض الناس، المعروف يصنع عنده خيرا، بس في ميزان في المعروف مهم. لما انت تعمل فيه معروف انساه، واذا صنعت انا فيك معروفا فلا تنساه. خلي بالك، انت لما تعمل معروف في انسان حاول ان تنساه كي لا يشجعك الشيطان او نفسك الاماره بالسوء ان تمن عليه بالمعروف. مثال، رجل مثلا انت ربنا وسع عليك في المال، فخطبت لابنك بنت من اسره فقيره، والله يعني ايه ناخد الفقيره دي هي اللي تعيش وترضى بالقليل. وبعدين بعد 5 6 سنوات 10 سنوات زوجة ابنك هذا تمردت عليه وعليك، فتجلس مع زوجتك كده في لحظه دردشه تقول لها شوف البنت كانت فين ورفعناها فين، وبعدين لا تشكر ولا تعرف الشكر، ده هي كانت جايلنا بثوبين اثنين، شوف خزانة ملابسها مليئة، كان ما عندها إلا خاتم الخضة في يدها، أصبح الآن عندها مجوهرات يزكى عنها، كان ليس عندها كذا. هذا المن مصيبة كبيرة ومرض يقتل المعروف الذي صنعت. ولذلك أنت تستطيع أن تقيس المعروف اللي تصنعه في الناس، انت عامله لوجه الله ولا عامله للمنظرة؟ اعمل لنفسك اختبار. فرضنا جدلا ان اخاك توفاه الله وترك ولد، فانت كنت اباه وعمه وخاله وولي امره، ظللت وراء الولد، دخلت مدارس جامعات وبعدين طرقت ابواب المسؤولين الى ان وظفوه، وبعدين زوجته واشتريت له بيت. وفي مرة قلت له يا ولدي انا اريدك ان تأتي مع اليوم الفلاني، عندنا مهمة اريدك فيها. والله يا عمي انا مشغول وعندي عمل ولا استطيع ان اخذ اجازة، وانا اجازاتي انتهت. انت تقول في نفسك سبحان الله، الولد ربيته وعلمته وانفقت عليه، وسبحان الله العظيم لما جيت احتجت له في يوم اذا به يتمنع علي فتغضب منه. اذا غضبت منه فاعلم ان كل المعروف الذي صنعته فيه ما كان لوجه الله. كانش لوجه الله. ليه؟ انما نطعمكم ها لوجه الله لا نريد منكم ايه جزاء ولا شكور. شو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ الله عز وجل لو قلنا على هذا الكون 7 مليار، كم واحد موحد من 7 مليار؟ مليار ونصف. وكم واحد مقتنع ان الكون رب؟ كمان مليار ونصف. يبقى 3 مليارات عندهم قناعة بان للكون ربا، و4 مليارات تقريبا ينكرون وجود الله. هل منع رب العباد عز وجل نواله وعطاءه عنهم؟ هل في يوم من الايام قال الجماعة اللي ناحية الاتحاد السوفيتي سابقا الملحدين دول اللي يقولوا لا اله والحياة مادة، هل قال او امر الريح الا تذهب اليهم؟ هل امر المطر الا يهطل عليهم؟ هل امر النبات او ضروع البهائم الا تمتلئ بألبانها حتى يطعموا منها؟ بالعكس، اعطاهم وكفاهم ووفاهم ورزقهم رغم انهم ينكرون وجوده. طيب اذا كان
الله معطاء بهذا الشكل، والله عز وجل كريم بهذا الشكل. وأنتم تعلمون تعريف كلمة الكريم، الكريم الذي إن أعطى لم يسأل كم أعطى ولا من أعطى. يعني مثال، لو أنا قلت لك الآن إحنا عايزين نعين 10 يتامى في المكان الفلاني، هتسأل الأول اليتامى دول من ويكفيهم كم، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل عندما يعطي هل يسأل من هو الذي أعطيه وكم أعطيه؟ بل ينفق بالليل والنهار. سبحان الله، خزائنه لا تنفد، لا يحجب خيره ونواله عن إنسان حتى وإن لم يدعوه. ولذلك يقول العلماء عندما تنادي ربك يا حنان يا منان، من هو الحنان المنان؟ قال علماؤنا الذي يعطي النوال من غير سؤال، من غير ما تسأله. تيجي تنام بالليل كل سبحان الله دول الأذكار، وأنت أثناء الأذكار كأن معطينك إيه؟ كأن أعطوك إبرة تخدير، تهط في نوم عميق. زوجتك تقول لا إله إلا الله، الرجل كان يكلمني لا إله إلا الله، هو أنا كلامي مخدر؟ سبحان الله، هو رجل يهرب، المهم نام. سبحان الله، النوم ده سبحان الله عطاء ومنحة لا يعرفها إلا الذي تساوره مشكلة قلق. لو سلط عليك الهم، عندك مشكلة معينة، عندك دين عليك دين ووجب سداده في الصباح وأنت لا تملكه، والبنك أو المصرف هيحجز عليك وعلى راتبك وعلى دخلك وعلى سيارتك وعلى بيتك، وتحول إلى القضاء، هل يأتيك نوم؟ ولكن زوجة جحا كانت أذكى مني ومنك. جحا بالليل رايح جاي في الغرفة، رايح جاي، قالت له مالك يا جحا؟ قال لها جارنا له علي 100 دينار وأنا لا أملك، فمش عارف أعمل إيه. قالت له بلحظة واحدة، لبست ثيابها وخرجت 2 دقيقة ورجعت. قالت له نام. قال أنام كيف يعني؟ قالت له خلاص. قال الحل إيه؟ مش أبدا، طرقت باب جارنا وقلت له أنت ليك عند جحا 100 دينار؟ قال لها نعم. وسداده الصباح؟ قال لها نعم. قالت له جحا ما عنده مال، بس مين اللي أخلق؟ ها؟ نقلت المشكلة إلى غيرها. طيب أنت ماذا تصنع من هذه القصة الرمزية المضحكة شوية؟ مع أن أنت لا ضحكت ولا غيره، المهم يعني فمش عارف مالكم، أنتوا نسيتوا الابتسامة ولا أريد أن أرى أسنانكم في إيه؟ ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقل المشكلة إلى من يقول للشيء كن فيكون. عندك مشكلة ما لهاش حل، وعملت أسبابك ودعوت رب العباد وطرقت الأسباب وعملت دراسة جدوى ولكن لم تحل، من الذي يستطيع حلها؟ ولذلك بعض المتسيبين إيمانيا يقول لك يا أخي إن شاء الله بكرة يحلها 1000 حلال. هو يحلها كم حلال؟ ليس إلا واحد، مش حلالين، مش اثنين، مش ثلاثة، لا لا، حلال واحد، الأمر عنده بين الكاف والنون بس. وقال علماؤنا عندما أراد أن يعطيك فشجعك على الدعاء، هو عايز يعطيك وبيخليك إيه؟ تدعو. بس كارثتنا في الدعاء إيه؟ أننا أدعو عند الشدة ولا أدعو عند الرخاء. بص كده مثلا، يعني إن شاء الله لو كنا من أهل الدنيا إن شاء الله نخطب بيكم الجمعة بكرة بإذن الله مثلا، ودعوت الله في آخر الخطبة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فرضنا جدلا في هذا الأسبوع أنت لا عندك مريض لا في بيتك ولا أنت ولا أقاربك، آمين تطلع إزاي منك؟ يعني آمين. طب لو ابنك وهو أغلى الناس عنده مرض وعنده عملية جراحية يوم السبت، الشيخ يقول اللهم اشف مرضانا، آمين بتاعته، كيف تخرج؟ تصل إلى الثريا فوق، سبحان الله. اللهم سد ديوننا، واحد معلوهش دين يقول امين، لكن اللي عليه دين يعمل ايه؟ اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحانات، يقول لك يا عم ده لسه العام الدراسي بدا، فكلمه امين مش طالعه. لما يجي ندخل على شهر مايو ها
آمين، وبالذات يوم الثانوية العامة ده كأنه إيه يوم الحشر. آمين سبحان الله. والأولاد طلبة الثانوية العامة دول في أيام الامتحانات ينزل عليهم الأدب، تنزل عليهم الحياء، تقوم بالوا المساجد ويقبل الشيخ، يقبل رأس الشيخ ويد الشيخ، ادعي لي يا شيخ. عند امتحان كيمياء الساعة من 8 إلى 10 وربع حاضر يا والفيزياء من 9:30 حاضر. هنكتب الجدول كده ونبعت بالإيميل دعوات. سبحان الله لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ابن المشكلة. نعود إلى القضية ونقول رب العباد خلقك جميلا وجعل وجهك إلى أعلى ولم يجعلك تطأطئ الرأس إلا له عز وجل. ومن هذا المنطلق يجب أن أعرف يعني إيه أحيي الولاء لله. أول شيء الله عز وجل أعطاني أمرين، نفس وأعطاني مال، وجعلني أمينا على الأمرين. أعطاك نفس وأعطاك مال، ثم بعد أن أعطاك إياهما اشتراهما منك، فأصبح المشتري هو الله والبائع هو أنت، وعرض عليك الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين، ها اشترى ايه؟ أنفسهم ها وأموالهم مقابل ايه؟ لأن لهم الجنة. طيب تعال إلى موضوع الجنة. فرضنا جدلا واحد أطاع الله عز وجل 100 عام لم ينقطع عن العبادة ولم يذنب قط، هب جدلا 100 سنة، رب العباد عز وجل يعامل إما بالعدل أو بالإيه بالفضل، إما في العدل أو الإيه أو الفضل. لو عاملني بالعدل بعد ما عبدت 100 عام كم تمكث أنت في الجنة عدلا أمام 100 عام؟ كم سنة؟ 100 عام صح ولا لا؟ طيب لا، هي عاملك بالفضل الحسنة 10 يبقى يعيشك في الجنة كم سنة؟ 1000 سنة. لا خلينا 700 ضعف، ها كم سنة؟ 70,000 صح ولا لا؟ انا مش شاطر في الحساب يعني، بلاش شاطر دي من النبي، كلمة شاطر يعني هو الايه اللئيم الخبيث، ودي اسم من اسماء الشيطان. ما تقولش لابنك الولد ده شاطر، شاطر يعني خبيث، ولا تقول الولد ده غلبان، غلبان ايضا الشيطان، خلي بالك. المهم الله عاملك بالفضل 100 سنة عبادة، اعطاك امامها كل سنة 700 عام، عندك 70,000 سنة. هل بلغك من العلماء او من الكتب التي قرأتها او من التفاسير ان بعد 700,000 سنة رضوان خزن الجنة يقول لك خلاص يا عم انت خدت العدل واخدت الفضل، شوف لك مكان تاني تعيش فيه؟ امال يقول يا اهل الجنة ايه خلود بلا موت. طب دي مفهومة، فضل الله لا حد له. تعال انت عند الكافر، الله عدل ليس بظلام من العبيد. واحد عصى الله 50 سنة عصيان مستمر، عاش كافرا ومات كافرا، عدل الله المطلق يعيشه النار كم سنة؟ ها بالعقل كده 50 50 امام ايه؟ طب حكاية الكافر اللي يخلد في النار دي عايزين نفهمها صح ولا لا؟ طب الفضل للمؤمن وفهمناه ليس عدلا وانما ايه؟ لان لو عملنا بالعدل، ها لو عملنا بالعدل كمؤمن يقول يا رب انا صليت، يقول انا الذي حببتك في الصلاة واعنتك عليها، يا رب انا زكيت انا اللي اعطيتك المال، يا رب انا حجيت انا اللي يسرت لك الامر، وهكذا. يبقى اذا انت ليس لك ايه؟ فضل في المسألة لو عملني بالعدل، لان هو فضل. طب الكافر عصى 50 سنة يعيش في النار الى الابد. شوف الله سبحانه وتعالى علم في سابق علمه ان هذا المؤمن الذي اطاع هذه السنوات لو عاش الى الابد لاطاع ربه الى الابد، لانه يحب ربه بلا حدود، فربنا نعبه الجنة ايه نعيم الابد. وعلم الله في سابق علمه ان هذا الكافر لو عاش الى الابد لعاش كافرا الى الابد، لان قال ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم
لكاذبون. قالوا ربنا اخرجنا ايه منها فان عدنا فانا ظالمون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. رب العباد علم في سابق علمه ان هذا الكافر لو عاش الى الابد لكفر الى الابد فعذبه الله في النار الى الابد لان الله ليس بظلام للعبيد. طيب تعال الى فضل الله عشان احياء احيانا ولاؤنا يتحول فجاه الى قبليه والى عنصريه والى شيء من 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 ايه من التميز بين الناس. ولذلك سيدنا ابو بكر الله يرضى عليه راى على عائشه درعا جديدا نفس خمار جديد او عباءه جديده فجعلت عائشه تنظر اليه وتعجب به. قال يا عائشه اراك معجبه به؟ قالت نعم يا ابتي. قال ان الله الان لا ينظر اليك. فعائشه عملت ايه؟ تصدقت به وابلغت اباها يا ابتي قد تصدقت به. قال عسى ان يكفر عنك. يا الله ده ايه ثوب ده. الرجال الان تعودوا خدوا من النساء الوقوف امام المراه مش في جراحات التجميل الان للرجال؟ في دوله عربيه من سنتين عملوا احصائيه وجدوا 1200 شاب منها ذهبوا لاطباء التجميل ينفخون شفاههم. ده احنا اللي اتنفخنا احنا اللي نفخنا منهم. ده تخيل شاب نحن نعده ان يكون يعني يتسلم العالم ويحيي الامل في البلاد ويثير النشاط في العباد ويبني الاوطان بينفخ ده تعرفش. سبحان الله. وقلت لكم من قبل احصائية سنة 2009 نساء 4 دول عربية دون ذكر اسماء اشترت نسائهم من شركة محددة لمستحضرات التجميل 600 طن احمر شفاه. انت عارف الطن كم كيلو جرام؟ كم كيلو جرام؟ 1000. يعني 600,000 كيلو جرام احمر شفاه و 450,000 طن 450 طن طلاء اظافر و 330 طن ازالة طلاء الاظافر. حاجة تبع حاجة صح ولا لا؟ اللي يجيب الطلاء يجيب الايه؟ اللي يزيله صح ولا لا؟ اللي يحضر العفريت ها يصرفه صح ولا لا؟ مش كده قالوا في المثل العامي؟ اللي يجيب العفريت يتوكل. تخيل انت ده يساوي كام المبلغ ده كله؟ 9 مليار دولار. لما تنظر الى العبد كده سبحان الله العظيم تنظر الى هذه وتنظر الى جدتها عندما كانت راضية من 50 سنة اسنانها بيضاء شعرها طويل لحطت عليه مسحوق مش عارف ايه وليه لان مال جدك كان حلالا وكان قلب جدتك فيه الرضا. جدتك كانت من 50 سنة تغسل ملابس الاسرة والعائلة والقبيلة سبحان الله وعضلاتها تعمل وسبحان الله جوارحها تعمل من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء لا تكد. حفيدتها مش هقولك يمين يعني حفيدتها الآن عندها غسالة فول أوتوماتيك يقولك تضع الثياب وتضع المسحوق وفي زر تضغطه وتروح تشاهد التلفزيون وتكلم صديقتها وتشتكي عندي هشاشة في العظام ونقرس في المفاصل وعندي خشونة في الركبة والعمود الفقري الفقرة الثالثة والرابعة سبحان الله. ممكن يا شيخ اصلي وانا جالسة سبحان الله؟ طب هي تعبت في ايه؟ التعب من جوه مش في الجوارح. التعب تعب العقول وتعب القلوب وعندما غاب الرضا وغاب الولاء لله عز وجل طفت هذه الامور فاصبحت الدنيا هي اكبر الهم. كل شيء شوف عشان تعرف كيف ولاؤك لله او اين ولاؤك لله في المسائل اجمع متى تفرح ومتى تحزن. ان كنت بتفرح لدين وتحزن لدين يبقى ولاؤك لله.
إن كنت تفرح لدنيا وتحزن على دنيا فولاؤك ليس لله. أضرب مثال، الله يرضى عن زيد ابن حارثة رضي الله عنه، ابن من؟ ابنه اسمه ايه؟ أسامة رضي الله عنه. الحب ابن الحب. أسامة الله يرضى عنه كان أبيض، أبيض البشر، وأبوه زيد أسود. فالمنافقين في المدينة، اوعى تفكر ان الشائعات حديثة يعني، لا من زمان الشائعات. فيلمز المنافقون شيئا عن أسامة وأبيه، ايش يجيب أبيض من أسود؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة تقول: دخل علي وجهه يتهلل كدارة القمر، قلت: خيرا يا رسول الله؟ قال: ألا تدرين يا عائشة عندما دخل أبو أسلمة الأشجعي؟ أبو أسلمة ده خبير وراثة معروف، يلحق الايه الى الان في البادية في الحجاز وهنا وفي الخليج وفي ناس تنظر الى ابنك كده من غير ما تعرف، تقول هذا ولدك، لا لا هذا ولد اخيك، وده ابن ابن لدنا، وفعلا يكون ابن اخيك، سبحان الله، زي القصصين الاثر وكده. لما دخل فوجد زيدا وولده اسامة قد ناما وغطى كل منهما وجهه، فنظر الى اقدامهما فقال: اقدام هذا من اقدام ذاك. يعني اسمها ايه في علم الجينات الان؟ ها، اثبات ايه؟ اثبات نسب. الدي ان ايه اللي عند الاعرابي اللي عند ابو مسلم. فالرسول فرح لان ده يزيل الشائعات التي تقال هنا وهناك. يبقى فرحته لدنيا ام لدين؟ انت لو ان الولد لم يصلي العشاء وامه تقول زي بعض تعبان عنده دروس كثيره، هتسكت. لكن لو ان الولد يعني جه في ماده اللغه الانجليزيه ورسب، هل ثورتك على رسوبه في اللغه الانجليزيه تساوي ثورتك على نومه دون صلاه العشاء؟ هل ده زي دي؟ اضرب لك مثال اكبر. لماذا كان ابوك وابي عندما يستيقظ لصلاة الفجر مجرد يطرق باب الغرفة اللي احنا نايمين فيها، مجرد او يفتح الباب او ينادي علينا من خارج الغرفة، الشباب الاولاد والبنات كلهم في البيت ايه؟ يستيقظوا. ايه اصعب حاجة على الاولاد والبنات الان؟ ها؟ اي صلاة؟ ليه؟ لماذا؟ تروح يا ابني يا حبيبي يعني، وتتربط عليه وتعرض دماغه حبيبي خلاص. وممكن امه ما تسيب الولد خلاص، يعني انت صليت اللي من 3 سنين يعني، دي تحبطك. ما لازم من الصبح انك تفتح اليوم بايه؟ بالابتسامه. خلي بالك انت ما ينفعش تسيب الولد، سبحان الله. لدرجه ان الامر وصل بان البنت لما قاربت 30 وما طرق بابها احد، فرجع ابوها فرحان: تعالى يا بنتي في موظف عندي في الشغل جاي يخطبك بكره ان شاء الله. افرحي. البنت اجهشت بالبكاء. الله خير يا بنتي؟ ازاي بتفرح؟ قالت: اصل انا بصراحه يا ابويا ما اقدر افارق امي. قال: خديها معاكي. سبحان الله، لازم منه نعمل عصفورين بحجر، نسطر البنت ون ايه؟ ونشم اكسجين ولا ايه؟ المهم يعني الله يرضى عنكم. مش بيتكم يا عم، ده في دوله اخرى، مش في الخليج خالص، في دوله فيما وراء النهرين. المهم يعني عايزين نصلح النفوس، مش جايين يعني ساعة ننكد عليكم، لا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا صعبة صلاة الفجر على أبنائنا؟ لأنني أكرر دائما، الوسادة التي ينام عليها الولد فيها ريالين حرام تمنها، والغطاء اللي متغطي بيه والجلباب اللي نام فيه في ريال حرام أو شبهة. ولذلك لما قال الشافعي لشيخه وكيع: استثقلت علي نفسي الصلاة بالأمس، قال: يا شافعي قيدتك ذنوبك. يعني الذنوب عملت ايه للشافعي؟ ها؟ قيدته فين؟ في الفراش، سبحان الله العظيم. فأنت كي تقيس ولاءك لله هو موجود او غير موجود، شوف متى يكون حزنك
ومتى تكون فرحتك. مثال، انت ترى في نشرة الاخبار ما يحدث لابنائنا في سوريا، وانت تتناول طعام العشاء، بعدين يقول لك ايه سقوط 90 شهيد، او نشرة الاخبار تقول لك قتيل شهيد برصاص الايه النظام. سبحان الله، اذا اكملت انت عشاءك فابحث لك عن قلب، فان قلبك قد مات. ليه؟ لان انت تظن ان ابنائك طالما هم حولك وزوجتك جنبك والمال موجود في المصرف والوظيفة موجودة والامن والامان، انا مالنا بالله. سبحان الله، فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. فاذا اكملت انت عشاءك بعد هذا الحدث لازم تبحث عن قلب، لابد. انت مر عليك من رمضان ايام، الى الان اذا مرت المدة الماضية كلها ونحن الان في ذي القعدة، ولم تقم ليلة لله، ولم تصم يوما لله، ولم تقترب بطاعة الى الله، فلابد ان تبحث عن قلبك. ومن اين ولاؤك؟ ولاؤك لله عز وجل اول شيء تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تنسيك النعمة المنعم. انا عايز دايما كل ما يكون عندك نعمة اعلم انها من الله، اوعى تفكر انها من مخك ولا من عقلك. ليه؟ لان سيدنا موسى لما خطب خطبة في بني اسرائيل فاعجب بني اسرائيل حتى بكوا. وانت عارف لما واحد اسرائيلي يبكي يدليل ان الخطبة مؤثرة، هو لا يبكي الا اذا ضاع منه المال فقط، غير كده لا يبكي ابدا. ان يبكي يبقى سيدنا موسى مؤثر. قال احدهم يا كريم الله من اعلم الناس على وجه الارض، قياسا بالعقل هو سيدنا موسى الكريم النبي. قال انا، ولكن هؤلاء ولاؤهم لله. فرجع نفسه قال يا رب ان كان هناك من هو اعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر اعلم منك دلني عليه. سبحان الله، سار اليه. شوف الانسان الذي يريد اخرته يدخل الكريم النبي المرسل شيخ انبياء بني اسرائيل احد الخمسة من اولي العزم، يدخل على رجل مغمور لا يعرف احد، قل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. انت عارف عايز تفهم الحتة دي الجزئية دي كيف تفهمها؟ فرضنا جدلا انت حصلت على اعلى الشهادات، شهادة الدكتوراه مثلا، وبعدين يقول لك ان فيه واحد يفهم في اساليب التربية ولكن هو لم يكمل تعليمه الجامعي، معاه كده ايه الشهادة متوسطة، انت تروح له ازاي؟ كيف تذهب اليه؟ شو يا استاذ خبرونا انك تفهم شوية في التربية، طلع اللي عندك عشان انا مش فاهم. انت عارف انا الاستاذ الدكتور فلان العلامة الفهامة اللي ما حصلش زيه سبحان الله، مش كده ولا ايه؟ وبعدين ها خلص انا ما عندي وقت، هقعد معك 5 دقائق. سيدنا موسى دخل بكل ادب وهو هذه المؤهلات كلها، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ هل رحب الخضر به؟ ما رحبش. قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. لو واحد زيك وزي وله وكمان انا جيدك ومعايا كل المؤهلات دي والانجازات العلميه دي ويقول لي كمان انا ما انفعش عندك في المدرسه، معقول هذا الكلام؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. شوف المتعلم المؤدب، شوف المتعلم المؤدب سبحان الله. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. انطلق خلاص، خلع اللوح بتاع السفينة، اخرقتها لتغرق، ما تحمل. وبعدين نزلوا لقوا الغلام قتلوا، اقتلت نفسا زكية او زاكية بغير نفس. سبحان الله، ثالث مرة لو شئت لاتخذت عليه اجرا. الله، قال هذا فراق بيني وبينك. وبعدين في اخر القضية الخضر نفسه رئيس قسم التواضع، احسن يظن موسى ان الكلام ده من ايه، من عقل الخضر او من قلبه او من ملكاته النفسية. قال وما فعلته عن امري، يعني الكلام اللي انت شفته ده مش من عندي، لا
ده إلهامات من الله سبحانه وتعالى. إرجاع الأمر والولاء في قضية العلم لله عز وجل. لكن احنا لما ننتفخ وتنتفخ أوداجنا هذه كارثة. يقال ان الحسن البصري كان يجلس الى العالم او يدخل اليه درس في مسجد او خطبة يستمع وينصت كأنه يسمع الحديث هذا لأول مرة، وهو يحفظ هذا الحديث بشرحه قبل ان يولد المحدث. قبل المحدث ما ولد الحسن البصري عنده المعلومة دي، لكن لما تنظر في وجهه يقول يا الله كأنه يسمع هذا العلم ايه لأول مرة. فأحياء الولاء لله عايزين نحط خطوات. الخطوة الأولى أن كل ما تملكه من مقومات نجاح وملكات إنما هي ملك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعد ما اشترى النفس والمال أعطاها لنا، خذ يا عبد الله هذه أمانة عندك، النفس والمال. طيب جيت على النفس وبدأت في إيذائها، وبالمال وبدأت في تبذيره. رحت اشتريت بالمال سجاير ووسائل إضاعة للصحة، وبدأت أتعاطى هذه الأمور، فأفسدت الأمرين. أفسدت مالي لأنني سوف أسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وبعدين أدمر به الإيه الصانع يغضب لصنعته. وقلت لكم من قبل ان الناس اللي يقول لك يا اخي مين قال ان التدخين حرام؟ طب انت عايز تركبه في اي مجال من اصول الفقه درجاته يعني؟ لك يعني يا شيخ خفف علينا المسألة، خليه مكروه، وعايزه مكروه مش عايزه حرام. طب يا عم انت سيادتك كم مكروها تدخن في اليوم؟ يقول يعني 20 سيجارة. طب انت عايز مش عايز ال20 مكروه يصححه حراما واحدا؟ مكروه 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 20 مكروه ما يسويش واحد حرام؟ طب بلاش دي. انا ممكن الاقي ولد فقير اخلع له الساعة واقول له خد يا ابني خد الساعة دي لوجه الله، عندي ثوب اخر اعطيه لوجه الله، عندي رغيف خبز اعطيه لله سبحان الله العظيم. يعني من ضمن الطرائف يقول رجل اعمى يتسول في قرية من القرى لله لله، فخرج واحد أعطاه رغيف قال بارك الله فيك وعوضك الله خيرا ورد غربتك. فتعجب الايه المتسول الرجل المعطي، وما الذي أدرك أني غريب؟ رد الله غربتي، أنت كفيف لا ترى. قال أنا من 20 سنة أتسول في هذه القرية ما أعطاني أحدهم رغيفا كاملا. يبقى أنت ايه ايه الكرم الحاتم اللي نزل عليه ده سبحان الله. ها فانت تعطي ثوبا لله وساعة لله ومالا لله ورغيفا لله، عمرك شفت مدخن طلع من باب المسجد وراح مطلع كده صندوق السجاير ورجع خد يا عم السجارة لله دخن دخن سبحان الله؟ هل 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 يستطيع احدنا ان يصنع هذا الا ان يكون سيء الملكة؟ مش ممكن. ليه ما اعطتهاش لوجه الله؟ لانك ترى انها فيها شيء من استقدار النفس. وبعدين الانتحار البطيء كالانتحار السريع، وهي من وسائل الانتحار، فيصير هنا حراما. فاحياء الولاء لله انك تقول زمان ايام ما كان الناس تحترم بعضها من 20-30 سنة، لو دخل الاب او الخال او العم والشاب يدخن اول ما يعمل ايه؟ يخفي اثاره صح ولا لا؟ يخفي اثاره. الآن الأب يناول ابنه ويدخن يقول لك وماله يا أستاذ عشان بدل أمامي عشان مش من وراي، لا خير في الولد ولا خير في أبيه صح ولا لا؟ لكن لأيام قريبة كنا نحترم الكبير. طب بالله عليك لو تخيلت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك وأنت تدخن، تطفئ التدخين أو تواصل؟ يا أخي أنت بتدخل عند واحد عظيم مسؤول كبير، لا تدخن في وجهه سبحان الله. فإذا أنت ولاؤك لله عز وجل أن الله سبحانه أعطاك النفس وأعطاك المال أمانة ووديعة، فيجب أن تستخدمها في طاعته سبحانه وتعالى. طيب تعال للولاء لله. أول شيء انظر ماذا يحب ربك منك.
وماذا يكره. الله يحب منك اللفظ الطيب، يحب منك غض البصر عن عورات الناس وعن عيوب الناس، يحب منك سبحان الله أن تجلس الجلسة الطيبة، يحب منك أن تخشع في الصلاة، يحب منك أن تعطي الناس، أن تعفو عن من ظلمك، أن تعامل زوجتك بما يرضي الله، أن تربي أولادك على طاعة الله، أن تأكل الحلال. هذا هو إحياء الولاء لله. ففي المقابل، المقابل الله عز وجل لا يحب منك أن تكون حاسدا أو حاقدا أو مغتابا أو نماما أو قتاتا، كذاب فاقعا، كذاب أو غيره. لا يحب منك إلا أن تظهر ولاءك بطاعته وتبتعد عما سبحان الله يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني، اسأل نفسك، أنا عايش في هذا الكون أو عايش في الكون ده من كام سنة؟ فرضنا جدلا أنك عايش من 40 سنة، من 60 سنة، احسب أنت تقول ساعة لربك وساعة لإيه؟ لقلبك. تعال للساعة لربك دي، إذا نمت كل يوم 8 ساعات في 60 سنة، يبقى نمت كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ 20 سنة. لو نمت كل يوم من 60 سنة 8 ساعات يوميا، يبقى أنت نمت كام؟ 20. طيب ورحت العمل 8 ساعات، أدي كام؟ 20، صح؟ 20 و20 كام؟ 40. باقي كام من 20؟ من 60؟ ها؟ 20. منهم 15 سنة معيلة وطفولة، صح؟ أنت بلغت وأنت في 15 مثلا، يبقى دي 15 و40 يبقى كام؟ ها؟ 55. فاضل كام من 60؟ طلع لك المحمول والمنقول والمتحرك والساكن، ها؟ كل يوم شوف امشي في اي شارع من شوارع اوروبا، لا تجد واحد شاغل نفسه بالمحمول الا لربع ثانيه، ايوه نعم يس باي باي بس خلاص. لكن لما تلاقي واحد دردش وياخد ويدي وطبخته ايه وعملته ايه، تعرف انه عربي سبحان الله، الوقت عنده لا قيمه له. هذه ده سبحان الله، يقول له يا استاذ خطر على الود، خطر على الاذن، يعمل لك كذا ابدا سبحان الله. فلو انت رغيت كل يوم ساعه في التليفون، كل يوم ساعه بس، تجمع 3-4 ساعات. طب وجلست على مائدة الطعام 3 مرات، كل مرة نصف ساعة، ادي ايه؟ ادي 2.5 سنين، وسنتين ونصف محمول، ادي 5 سنوات. ماذا بقي لك من 60 عاما؟ ها؟ راح فين 60 سنة؟ فين الساعة لربك؟ ها؟ طب نعمل ايه في الله؟ انتوا واخدين بالكم الموضوع ولا لا؟ ده مش هزار، ده كلام جد بقى. احنا دخلنا في الايه؟ الولاء لله، وانا عمري ونفسي يجب ان تكون لله. يعني معقول انا اعمل في المصرف الفلاني او في المصلحه الفلانيه واروح من غير شيء كده، واذهب الى المصنع الفلاني اشتغل فيه واغيب عن المصنع اللي يعطيني او الهيئه التي يعطيني راتبي؟ ماذا يصنع تصنع الهيئه التي اعمل فيها؟ افصل ام اظل؟ فلمن تعمل؟ فانا عايز اقول طب نعمل ايه في القضيه دي؟ كيف نعمل؟ قال خلي كل عمل لك احتسابا لله، فتأكل احتسابا لله، وتعمل احتسابا لله، وتتواصل في الهاتف احتسابا لله، وتذهب الى المسجد احتسابا لله، وتنام احتسابا لله، وتروح عن نفسك احتسابا لله، وتروض تتريض مع زوجتك واولادك في يوم الاجازة احتسابا لله. يبقى اذا عمرك كله صار ولاؤك لخالقك سبحانه وتعالى. يبقى القضية قضية ايه؟ ها؟ تجديد النية. تجديد الايه؟ النية. ونية المرء تسبق عمله. بمعنى ايه؟ واحد صديقك مات ابوه، فزوجته تقول انت على فين يا فلان؟ والله والد صديقي مات، فراح اعزيه. تقول لك ليه؟ لماذا؟ تقول والله الرجل ده ما يترك لنا موت ابدا الا ويجي يعزينا، ما يتركنا في مرض الا ويجي. فانت تذهب مقابل ما يصنع لك. هل هذا الذهاب وهذه وهذا العزاء لوجه الله ام لان شيء مقابل شيء؟ لا، انا عايزك تعدل الايه؟ النيه، وتقول انا اذهب اليه لان هذا حق من حقوقي علي، اننا اذا يعني اذا اصابته مصيبه ايه فعزيه، وان اصابه خير فايه فهنئه،
لما يعمل العرس ولا وليمة ولا والله اصل ما يترك لنا مناسبة الا ويأتوا ليهنون لتهنئتنا. لا انا رايح لله لوجه الله. يبقى اذا انا اذهب ليس بالعكس الطعام الذي تأكله انت مع زوجتك انت تريد ان تأكل لانك جائع وهي تأكل معك من نفس الصحن ونفس الطبق ونفس الاناء تقوية بدنها على طاعة الله واظهار نعمة الله عليها وان الله سبحانه وتعالى اعطاها هذا لتشكر رب العباد عليه. هي لها في هذا الطعام ثواب وليس لك في هذا الطعام ثواب. يعني اختلاف الايه هي قضية الفاصل ايه ها؟ النية. ولذلك انت جدد النية مع كل صلاة كل صلاة. احد الصالحين قال صلى 40 سنة يحسب ان كل صلاة ها هي اخر صلاة. هذا ربك مثال. فرضنا جدلا واحد اعزكم الله حكم عليه بالاعدام خلاص. قالوا نفسك في ايه يا فلان؟ قال نفسي اصلي 2 ركعة. بالله عليك حجم الخشوع اللي في 2 ركعة والندم على ما فات في 2 ركعتين لانه يعلم ان دول ايه اخر 2 ركعة له. بالنسبة للصلوات الاخرى هذا 2 ركعتان الخشوع كله والخضوع كله والمذلة كلها لله والندم كله لله. العلماء قالوا لتكن صلاتك كلها مثل 2 ركعتين للمحكوم عليه بالإعدام. من منا يصنع هذا؟ ده انت بترتب امورك في الصلاة بإذن الله رب العالمين لسنة 2029. الراجل جاي من رحلة من باريس الحمد لله على السلامة يا فلان. قال والله يا فضلة الشيخ روحنا نجهز البنت عشان جبنا لها شوية اشياء كده ان شاء الله. قلت ما شاء الله تتزوج ربنا يبارك يا رب ان شاء الله يبارك فيهما عليه. قال لا ده عندها 3 سنوات. قال لا معلش عشان ايه يمكن الاسعار تغلى عامل حساب 25 سنة ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت سبحان الله تبص كده وليه والموت يبعثهم الله صح ولا لا؟ وما انت من مسمع في القبور. الرجل بيجاز هل التخطيط للمستقبل ليس من الدين؟ لا من الدين. ولكن ايه يعني خليك ان انت يعني اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اذا صليت الصبح كل مين يضمن لي ان اصلي الظهر؟ ادينا صلينا العشاء مع بعض من الواجب يكون الان فعلا. ومن يضمن ان اتي الى هنا لاصلي صلاة الصبح او صلاة الجمعة مثلا بهذا المنطق؟ يبقى انت حاطط الاخرة في ذهنك. هذا هو احياء الولاء لله. احياء الولاء لله ان معاملتك مع الناس تكون ابتغاء مرضاة الله. تصبر على الناس تتعلم على الناس الصبر. ان زوجتك كانت عصبية قولوا ماله لكنها واخدة بالها من العيال. انظر لها نظرة اقتصادية. يعني ايه نظرة؟ مش الاوروبيين بيفسروا التاريخ بالتاريخ التفسير المادي؟ قل انا لو الزوجة دي مش موجودة اجيب كام مدرسة للبنات دول اولادي عشان يعلموهم ويذاكر لهم الدروس. ده عايز راتب. طيب واجيب طباخ او طباخة بكام في الشهر؟ بكذا. واجيب خادمة تنظف البيت بكذا. واجيب كذا غسالة تغسل بكذا. سبحان الله. فلما تحسبها من ناحية الاقتصادية انت كسبان وهي لا تطلب منك شيئا. بلاش خليها ترضع ولدك. لو قال الطبيب لها في بعض الامهات الطبيب يحرم عليهم يمنعهم من ارضاع الولد خلاص. البديل ايه؟ ما البديل عن صدر الام؟ اللبن الصناعي صح ولا لا؟ اللبن المجفف. ولذلك الولد طالع مجفف العواطف. انت كان عندك حنان لابيك ولامك. الولد تقول له ازيك يا حبيبي؟ كويس زين. الله لا حول ولا قوه الا بالله. انت بخير؟ نعم ايوه يا ابويا بخير. خلاص الواد مش عايز يكلمك. عاطفه تجفف من اللبن المجفف. لكن من فضل الله ان في اشعاع بيطلع من صدر الام وقلبها الى قلب الطفل سبحان الله عند ارضاعه. ولذلك احن اللحظات ما بين الام وولدها عند الارضاع يوم ترونها تذهل كل ايه مرضعة. مش مرضع لا مرضع يعني بدون رضاعة ممكن تكون مرضع لكن ايه
مرضعة يعني ايه؟ فم الولد في ثدي امه. هي دي لحظة الايه؟ مرضعة. عما ارضعت. هذه اللحظة اللي فيها كل الحنان والعطف تذهل كل مرضعة عما ارضعت. فسبحان الله، فانت لو حسبت الامور سبحان الله من ناحية ان كثير من اقاربك يحسدونك. انت كده هتهزد نفسك. ايوه يا استاذ. واحد في بغداد كان عايز ابيع البيت ده واروح في بيت تاني او اجر بيت اخر. قالوا ليه؟ قالوا والله جيراني يحسدونني. فالضيوف نظروا كده ليه الغرفة ما فيها الحبار عن حصير قديم وجرة وحتة قربة جلد كده فيها شوية لبن على الحائط. الله، قال يحسدوك على ايه؟ قال استنى. ورفع صوته قال ان امير المؤمنين حفظه الله ورعاه ارسل الي، هو رجل يعني مغبور يعني، مع فلان وفلان وفلان، واختار ثلاثة من وجوه القوم من عدية الناس في بغداد لكي يقتلني معه. يقتلني معه. فصاح الجيران يا لكع انت تقتل مع هؤلاء الكبراء؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. بيحسدون ان اموت موتة محترمة مع ناس محترمين مع ناس لهم مكانة. ففي احيانا ناس تحسدك من اقاربك، وحسدهم يضطر الى ان يغتابوك. عارف من كرم الله عليك؟ والله افرح بغيبة الناس لك. ليه؟ انت مقدر لك ان الله يعني اذا قلنا بحسابات الدنيا مكتوب لك انك تحصل على 70% مجموع اعمال حسنات عندما تموت، ولكن اعمالك لا تصل بك الى مستوى 50 فقط، ولكن الله كتب لك 70. من 50 للسبعين دي في ايه؟ 20. جاي منين دي؟ ها؟ من ايذاء الناس لك وغيبة الناس لك ونم الناس في حقك وحسد الناس عليك وحقد الناس سبحان الله وكلامهم في عرضك. كل هذا كما كان الشافعي يقول اللهم اني تصدقت بعرضي على المسلمين. يلا اللي عايز يتكلم يتكلم. ليه؟ بيحتسب هذا لله، يحتسب هذا لله. ذاك الحسن البصري لما ذهب رجل واحد حزين، مالك يا فلان؟ قال كذا وكذا. قال شوف احمد الله في هذه المصيبة على امور اربعة. في حد يحمد في المصيبة على امور اربعة؟ قال اول شيء احمد الله انها ليست في دينك. دينك ثابت زي ما هو، الوحدانية، توحيد، ولاءك لله، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، قراءتك للقرآن. المصيبة مش في الدين. ما في ناس واحد كان مواظب على الصلاة 20 سنة ثم انقطع. واحدة لابسة حجاب 20 سنة نزعت حجابها. واحد كان حافظ القرآن ونسيه. واحد كان حمامة المسجد ولا نراه إلا من الجمعة للجمعة. هذه مصيبة في الدين، هذه مصيبة في الدين. فأحمد الله أن المصيبة ليست في الدين. إيه كمان؟ أحمد الله أنها ليست أكبر من ذلك. يعني في الصحة لكن المال موجود. طب في المال لكن الصحة موجودة. طب في الصحة والمال لكن الزوجة والعيال راضيين سبحان الله. طب في الصحة والمال والعمل موجود، الأقدام تتحرك، الفم يذكر، العين تنظر، الأذن تسمع، احمد الله على فضل الله. هي ليست أكبر من ذلك. رجل فاضل عراقي رحمة الله عليه، الفريق الركن محمود شيد خطاب، معروف يعني رجل من كتاباته معروفة في الناحية العسكرية عن الرسول القائد والفاروق القائد، يعني له كتب عظيمة فيها. يقص قصة عجيبة جدا. يقول كان في الصف الثالث الثانوي سنة 37، يعني من ايه؟ من اكتر من 75 سنة. يقول على شاطئ الفرات في قرية اغلبها فقراء في الثلاثينات، الناس تسكن في عشش صغيرة يعني من الجريد من الخوص النخل كده يعني. فالناس من شدة الحر يخرجوا خارج البيوت الصغيرة دي ويناموا الشباب، ولكن يغطوا نفسهم بملاءة او غيره عشان الذباب وكده. هو واقف على شاطئ الفرات فوجد عقربة كبيرة، عقرب تأتي سابحة فوق الماء، فتعجب ان في عقرب تسبح.
وصلت الى الشاطئ فاكتشف ان في ضفدعة تحملها فوقها، تحمل العقرب فوق ايه؟ فوق ظهرها. دخلت العقرب ما بين المساكن، بيوت الصغيرة دي. خاف هو على صديقي او ابن عمه اللي نايم خارج الايه؟ البيت الصغير هذا. فجرى عشان ايه؟ احصد العقرب تدخل تحت الملاءة المغطى بها. على بعد وجد الملاء الغطى اللي مغطى به ولد ابن عمه، ترتفع وتنخفض ترتفع وتنخفض، قال بس يبقى العقرب دخلت وايه ولا دغت. كشف الايه الغطاء، اذا به يجد ثعبانا 170 سنتيمتر. العقرب لدغت الثعبان في رأسه، قاوم الثعبان الى ان ايه مات. نظر على ابن عمه اللي بيشخر نايم شهيق زفير، وهو سبحان الله. العقرب بعد ما ادى المهمه هرب، فجري وراه عشان يقتله، فاذا بالضفدع تنتظره، اخذته على راسها مره اخرى وسبحت به في الماء. من الذي ارسل العقرب الى الثعبان لينجو ابن عم هذا؟ هو احنا لازم نؤمن بالله ايمان شهاده، ولا الله يريد منا ان نؤمن به ايمان غيب؟ ايمان ايه؟ ايمان غيب. زمان في السبعينات كان عندي مصلي في المسجد، رجل فقير جاني للبيت، قال يا شيخ انا اعيش مع 7 اولاد وزوجتي وامي وامها، يعني شو الافراد قد ايه؟ في غرفتين. وجاء قرار عندنا في مصر زي مجالس البلدية ومصلحة ده اسمها مجلس المدينة، قرار بازالة البيت، لان البيت ايه؟ قايل للسقوط. منطقة شعبية. وانت ماذا تريد؟ قال يعني يا شيخ شوف لنا كده اي بيت ولا شيء وتشوف. انت ارجع اليوم، قوم الليل انت وزوجتك وعيالك، واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وان شاء الله الله يقول وما من شيء الا عندنا خزائنه. فالرجل اكتشف ان ايه؟ الشيخ مش هيعطيه شيء. فقال كده يعني يعني ايه عندنا خزائنه؟ يعني عنده بيوت يعني؟ قلت ايوه عنده بيوت، كل شيء في الكون ده ربنا عنده خزائن منه، يعني عنده بيوت. ايوه عنده. نزل وهو مستاء من ايه؟ مني. ما ان وصل ربما الى الشارع والهاتف عندي يعني ارد، واحد من اصحاب الخير يقول يا شيخ عمر انا في المنطقه الفلانيه بنيت بنيتين عمارتين لوجه الله، لو عندك حد من المحتاجين ابعت بس بطاقه منك موقعه. الله يرضى عليك، بعد ما تخلص المحاضره هو الراجل مات الله يرحمه، احسن تقول الله يرضى عليك يعني، بس عشان ما تفرحش يعني، ما 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 خيالك لا يداعبك يعني، الراجل مات، هذا مات وهذا مات، المهم المعطي والمعطي. المهم تبعت معاه بس بطاقه موقعه كده من ايه ان شاء الله. فقلت للحارس بتاع البناء روح يا ابني انده النادي، جه تروح لفلان الصباح بهذه البطاقة موقعة منه إن شاء الله ربنا. ظل الرجل من سنة 78 إلى سنة 91 يحضر معايا دروس الاثنين والخميس، كل ما يلاقيني في الدرس يقول لي عنده بيوت عنده بيوت. سبحان الله، خلي بالك أنا ما كنتش عايز يؤمن إيمان شهادة، أنا كنت نفسي يؤمن إيه؟ ها؟ إيمان غيب، إيمان غيب. ما شوف خلي علاقتك بالله هو الذين يؤمنون بالغيب. قال علي رضي الله عنه والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله قربا. يا الله، يعني لو رأى حقائق الأمور كما نعلمها غيبا رآها شهادة، لأنه عنده الغيب زي الايه؟ زي شهادة. إذا قال الله سبحان الله، مش سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما حكى لأمهان أين كان الليلة في رحلة الإسراء والمعراج، فاستحلفته بالله أن ما يخرج ويقص على قريش هيكذبوه، لا لابد من ان اقص. قالت يا ابن العم قص عليهم الاسراء فقط، احكي لهم حكايه الايه؟ الاسراء يعني مقبوله شويه، لكن حكايه المعراج دي خارج الايه؟ فخرج عليهم. فاول ما القى القصه عليهم انه اسري به من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وعاد في نفس الليل، يقول لك ما بين ضاربا كفا بكف وبين مستلق على قفاه من الضحك
وما بين متعجب وما بين صائح. الناس حصل لها شيء يعني يفخر وصف. ولم يقص قضية المعراج. أبو بكر كان خارج مكة، أول ما الكفار وجدوا أبو بكر عاد من الشام قالوا تعالى صاحبك قال إن الله واحد وسكتنا، عاب أصنامنا وسكتنا، عاب آلهتنا وسكتنا. أما أن يقول أن أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل وعاد ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، ماذا قال أبو بكر؟ والله لو قال لي إنه عرج به إلى السماء لصدقت. يبقى دي إيمان ولاء لله ولا ولاء لمن؟ ولاء لله، لأنه لا ينطق، عارف أنه هو لا ينطق عن الهوى. خزيمة الله يرضى عليه ابن ثابت الأنصار لما جاء اليهودي دين يا محمد قال أعطيته لك، فخزيمة وجد اليهودي ماسك في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاه لك يا يهودي، قال هل رأيتني يا خزيمة؟ قال لا يا رسول الله أنا كنت خارج المدينة من أيام. قال كيف تشهد بما لم ترى؟ قال يا رسول أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي. معقول الكلام ده؟ معقول أنت تاخد أنت عارف بالضبط زي إيه؟ قريبات بعض من قريباتك وقريباتي وقريباتنا كلنا يرفضن الحجاب، عارف بالضبط زي إيه؟ إذا عشان احنا بنتكلم عن الولاء لله، كأن هذه المرأة البالغة تقول لله أنا يا رب موقنة بالتوحيد وموقنة بالصلاة وموقنة بالزكاة وموقنة بالحج، لكن قضية الحجاب والخمار والنقاب دي يعني الموضوع لسه لم أقتنع بعد. أتدري هذا الأمر تحت أي عنوان؟ الكبر على الله عز وجل والكبر على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأغرب ليس في هذه المرأة، الأغرب في ولي أمرها إن كان زوج أو أب. سبحان الله، الله يرضى عن سيدنا عثمان ذي النوري لما اعتلى القتلة بيته قال لنائلة زوجته بنت الفرافة ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. عثمان الغيرة المستحبة عند سبحان الله العظيم، ما سبحان من قلم بالشرع أظافر الغيرة. الغيرة لها أظافر لكن الشرع هو الذي يقلمها. كيف يعني؟ فرضنا عندك بنت وصلت سن الزواج وانت تلاحظ ان في شاب يجي ناحية البيت كل يوم كده وايه ياخد بعيدا ويطالع بيتك، انت في نفسك انت عايز تعمل فيه؟ عايز تقتله؟ صح ولا لا؟ لكن لو الولد ده جه وخبط عليك الباب، عمي انا عايز اتقدم اتزوج، بتعمل في ايه؟ اهلا حبيبي ازاي ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله ليه؟ لان اظافر الغيرة قلمت بايه؟ بشرع الله، بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا من كرم الله عز وجل، لا اله الا الله، رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان يحيي فيك الولاء بان يجعلك منضبط مع الشرع. فالشرع ماذا يقول؟ يقول كذا، خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله. فالصحابية لما كانت يموت اخوها او ابوها او ابنها تيجي رابع يوم وتقول لخادمتها ائتيني بالطيب والعطور، والله ما لي فيهم من غرض، انا لا عايز لا طيب ولا عطور ولكني اخاف ان اخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة ان تحد على ميت الا ايه؟ ثلاث، الا امرأة على زوجها أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. هي رابع يوم تقول لا عايزين ننضبط مع الشرع. سبحان الله. ويسأل المستشرقون ويعيب على المسلمين يقول لك يا أخي الإسلام ده عجيب. يقول لك العدة المطلقة ثلاثة قروء، ثلاث طهر من ثلاث حيضات، تمام؟ وعدة المتوفى عنها زوجها 130 يوم. طب ما ده زوجها غايب ودي زوجها غايب، إشمعنى دي 130 يوم؟ ولماذا هذه ثلاثة أشهر فقط؟ جامعة هايدلبرغ في ألمانيا اكتشفوا من 7 سنوات أمر أغرب من الخيال، تجعلك توقن أنك تعبد ربا وتتبع رسولا لا ينطق عن الهوى، فتحيي ولاءك لله. ثبت إيه؟ الزوجة بلغة العصر عاملة زي الإيه؟
الحاسوب كمبيوتر. المطلقة إذا يعني تزوجها إنسان قبل نهاية العدة أو المتوفى عنها زوجها لو تزوجها إنسان آخر قبل نهاية العدة زي ما تكون تدخلت على الكمبيوتر الفيروس اللي بيدمر الايه الشاشة. لا تنضبط الحالة البيولوجية والفسيولوجية والتركيبية للمرأة إلا بعد مرور 90 يوم من الطلاق ومية وثلاثين يوم من الوفاة. قالوا ليش معنى؟ قالوا لأن المطلقة أحيانا إما أن تكون هي طالبة الطلاق أو يكون وقع عليها ظلم. سواء وقع عليها ظلم بأن طلقت في غير بأس أو هي طالبة الطلاق فعندها شيء من العناد أنها تريد أن تتماسك أمام هذا المجرم الذي طلقها. ما تفضل يقول لك إيه؟ طلقني. تقول إن شاء الله الصباح بإذن الله. لا طلقني. الصباح إن شاء الله. طلقني. طب انت طالق تنهار في البكاء في هو انت يقول لك تصدق كلام امرأة لا اله الا الله هي. لكن تبكي عندما ايه تسمح كلمة الطلاق لكنها تتماسك سريعا كي تعيد بنية شخصية المرأة ذاتها. لكن المتوفى عنها زوجها عندها من الحزن ما يجعل رحمها لا يستطيع استقبال رجل اخر الا بعد مرور 130 يوم. ومكتشف هذه الحالة طبيب مشهور في أمراض النساء والولادة ألماني لما اكتشف المسألة دي واحد من أصل مسلم عربي سبحان الله أستاذ مساعد له لما خبره أن هذا في كتاب الله عز وجل أسلم الرجل فورا. هذا كلام ليس من عند محمد سبحان الله. هذا كلام ليس من عند محمد. فالإنسان لما يشعر بأنه تبع هذا الدين مخلوق لهذا الرب العظيم القادر ويقود هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تحيا فيه مسألة الولاء لله سبحانه وتعالى. ايه كمان انا عايز بالله عليك اليوم ارجع كده وقعد بص على اولادك كل الولد ده عايزين نخرج من البيت ده واحد نهب لله كده زي ما امرأة عمران وهبت ما في بطنها. يعني قالت رب اني ايه نذرت لك ما في بطني ايه محررة فتقبل مني سبحان الله. وتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وكفلها زكريا يا مريم ام سيدنا عيسى عليه السلام. انا عايزك تهب ولد او بنت لله. يعني ايه تقول ولد ده عبقري. انا ادعو كل عائلة مش كل اسرة فقط كل عائلة تجتمع مع بعضها. العائلة تحوي 5 6 7 10 اسر يقولوا ابن فلان متفوق ولكن فلان هذا غير قادر ماديا. ايه رأيكم يا جماعة من زكاة المال مش من الصدقات كمان بس من زكاة المال سبحان الله ان ننتدب هذا الولد لدراسة تخصص تحتاجه الدولة. هندسة وراثية علم الجينات علم الحاسوب علم الذرة علم الفضائيات اي علم من العلوم اللي هي ايه استعمرنا الغرب بها. لو الغرب استيقظ الصباح وقطع علينا الكابل الموصل لشبكة الانترنت تتوقف حياتنا. تروح البصرة الصبح عشان تنفق 500 ريال ما تستطيع لك الشبكة مش عارف ايه نايمة ولا سقطة ولا واقعة سبحان الله. صح. فانت عندما تنتدب كل اسرة واحد من العباقرة في كل عائلة فيها عبقري واثنين وثلاثة واربعة والعائلة كلها تساند هذا الولد الى ان يحصل على اهم التخصصات بكده قد احيا الانسان الولاء لله سبحانه وتعالى. اما كل واحد يعيش همه وبعدين يدوب عندنا سبحان الله السقف يعني منخفض بتاع التطلعات هذا ليس من دين الله سبحانه. يقول ابن الجوزي رضي الله عنه اذا كانت همتك تصل بك الى السماء فتوقفت انت عند السحاب فقد عصيت الله رب العالمين. شوف الكلام. لو همتك توصلك للسماء لكن انت اكتفيت بالايه انك عند السحاب وتوقف سبحان الله. والله اقرا لابن الجوزي كلاما غريبا يقول لو سالني سائل اذا اردت ان اصلي على القمر فاين تكون قبلتي. ابن الجوزي جاب الكلام ده منين؟ الهمه العاليه. لو حد سالني انا لو وصلت للقمر وصليت عليه فوق القمر كل قبلتي فين؟
قال ابن الجوزي لتكن قبلتك الى الارض لان الكعبة على سطح الارض. ايه اللي عرف ابن الجوزي انه ممكن واحد يصل الى القمر؟ لما تقرأ في فقه ابي حنيفة يقول ابو حنيفة لو ان حاجا واحد راح يحج طار فوق عرفة هل سقط حجه ام وجب عليه ان يعيد الحج في العام القادم؟ يعني طار فوق عرفة. ابو حنيفة كان اسرع وسيلة عنده ايه؟ ها؟ الفرس. صح ولا لا؟ كان في اسرع من الفرس؟ ايه اللي عرف ابو حنيفة انه ممكن يطير؟ مش انت بتقعد في عرفة كده تلاقي الطيارة الهليكوبتر بتصورك من فوق؟ ها؟ ابو حنيفة ركب فيها بس من سنة ايه؟ 100 هجرية. سبقك بايه؟ بولائه لله. سبق بولائه ليه؟ لانه رأى ما لم نرى. المبدعين هكذا. المبدع يرى ما لا نرى. سبحان الله. ويعرف ما ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يعطي زكاة للقلوب وللعقول ان ترى ما لا نرى نحن. سبحان الله العظيم. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. فاذا احييت انت الولاء لله عز وجل صار هذا الامر يعني سبحان الله محدد الهوية. انت صرت مسلم محدد الهوية. تقول انا هنتدب واهب ولد من اولاد العائلة لوجه الله. بس في نقطة مهمة. الناس تظن ان انا عايز الولد ده يطلع داعية. هو لو طلع طبيب متخصص في الطب وفائق في علم جراحات القلب وجراحات الاوعية اليس هذا عمل شرعي؟ عمل شرعي. ولد مهندس يعمل لنا مسجد جميل زي هذا المسجد بروعته سبحان الله اليس هذا عمل شرعي؟ سبحان الله. الانسان الخبير في الاقتصاد ويخلي الاقتصاد بتاعنا قوي ويجعل الناس ينظرون الى الاقتصاد الاسلامي انه يرود ويقود الاقتصاد في العالم ونتخلى عن مسألة الربا الذي يقول علماء الاقتصاد الفرنسيين في اخر بعد ازمة 2008 اذا اراد العالم ان يتخلص من معدلات التضخم يجب ان تؤول الفائدة الى الصفر مرة اخرى. يعني ايه تؤول الفائدة الى الصفر؟ ها؟ تجيبها من القرآن يعني ايه؟ ها؟ فلكم ايه؟ رؤوس اموالكم. اللي هي الفائدة صفر. لما تبقى الفائدة صفر لك رأس مالك. يا تدخل يا مرابحة يا مضاربة يا مشاركة يا قرض حسن. العالم كله ساب الاربعة وراح للربا. فأذن الله عز وجل لهم بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأذنوا بحرب. عمرك شفت إنسان مستدين من بنك ومن مصر وعايش حياة سعيدة؟ مش ممكن. مش ممكن أبدا. لا يحدث. لا يحدث له هناء أبدا طالما أنه دخله 5 هو يريد أن يعيش بـ9. دخله 10 عايز يعيش بـ30. يا ابن الحلال دخلك 10 عيش بـ8. دخلك 3 عيش بـ2. هكذا. ما تخليش رقبتك فيها حبل يمسك به اخر. لا. انا عايز انت اللي حر. ولن تكون حرا الا اذا لم يكن عليك دين. عيش على قدرك. اما صدمات الدنيا ومصائبها وابتلاءاتها هذا امر اخر لاستثناءات. لكن لا تذهب انت بقدميك ان تكون عبدا عند احد. لا مصرف ولا غير مصرف. احبتي في الله. نريد ان نوجز في لقطات سريعة. ولاؤنا لله احياء العبادة في قلوبنا وفهم حقائق العبادة. وليس هناك في الاسلام وهذا هي عظمة الاسلام ليس في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي. الغرب عنده عمل دنيوي وعمل اخروي. داخل المعبد ده عمل اخروي. خارج المعبد عمل دنيوي. لا احنا عندنا الرياضة تكون لله والفسحة تكون لله والاكل يكون لله والنوم يكون لله. الله مش قال انه نوم بعض الناس عبادة؟ صح ولا لا؟ نوم الايه؟ ها؟ طيب ومن منا لم يظلم نفسه؟ الله انام احسن شوية بدل ما انا اقعد اغتاب فلان وانم في حق فلان واقلب في الفيلم الفلاني والمسلسل. يا عم الله يرضى عليك. سبحان الله. يعني بالله عليك انت تستشعر عظمة الاسلام في ان اي عمل تستطيع ان تعمله تعيش به في الدنيا وتكسب وتربح فيه الثواب في الآخرة. فإنما الدنيا مزرعة للآخرة. أولا يعني لا أدري كيف أشكركم على حسن إنصاتكم وتجشمكم الحضور ولكن أنا سعيد بكم وأنتم دائما أصحاب فضل على أمثالي ولست بصاحب فضل. فأنتم تتركون أنفسكم لنزرع فيكم خيرا وكم من أناس لا يتركون تربة أرضهم
لنزرع فيهم ونغرس فيهم خيرا، ولكنكم أهل الفضل دائما. أدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا رب بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انصر أبناءنا من شعب سوريا الشقيق يا رب العالمين. اللهم احفظ ذكرهم وأنثاهم ورجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم. اللهم أمنهم من خوف، واطعمهم من جوع، واسقهم من عطش. اللهم يا ارحم الراحمين، من اراد بهم سوءا والمسلمين فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين، كن مع ابنائنا في بورما وفي فلسطين، واجمع شمل العراق والعراقيين، واجمع شمل المسلمين على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، نلقاكم غدا هنا ان شاء الله في صلاة الجمعة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.